تحكي اكتر عن The Winner Is، وبتمنى من خلال الاسئله تبعكم نشرح كيفيه تركيبة البرنامج كله ونتكلم عنه بتفاصيل اكتر. بس بدي اقول انه حيكون في عنا 12 حلقة مسجلة، وحيكون في حلقتين نهائيات مباشرين حيكونوا خلال شهر ديسمبر. واذا بتتابعوا البرنامج حتعرفوا التواريخ بالتحديد لما نوصل للنهائيات. اول شيء بدي بس الفرق نظر انه الوينرز هو ابتكار شركة تالبا اللي نحن بنمثلها بالعالم العربي، والانتاج صار له ابتدينا تقريبا التحضير من اول السنه، واخذ جهد ووقت، وبتمنى ينال اعجاب المشاهدين وينال اعجابكم حتى تم الحصول عنه منيحه للبرنامج. قبل ما نفتح الأرضية للأسئلة، بس حنعرض عليكم كليب أخير اللي تكتشفوا فيه كل النجوم اللي شاركوا خلال 12 حلقة، ونترك أسامي النجوم انت على الحلقتين مباشرتين كمفاجأة نبقى بنعلن عنها. لهلأ ما أعلننا اسم النجم اللي حيشارك بالنهائيات، سو نتحفظ على اللي ذكرته. يعني الهضبة لهلأ ما فينا نعلن إذا موجود أو مش موجود، بس ما في، يعني ما كان في اتصال لهلأ يعني. وذات الشيء بينطبق على نجوى كرم كمان. بالنسبة للمشتركين والمبلغ المالي بالجايزة بالبرنامج، مثل ما شفت شوي بأول الفيديو اللي عرضناه من لحظات، إنه كل مشترك عنده أمنية أو هدف أو حلم معين، وإذا تمكن ليوصل للنهائيات ويربح المبلغ، هو حر يتصرف بالمبلغ مش ما هو بده. سو التبرع أو عدم التبرع بيرجع للمشترك، نحن ما بنتدخل أبداً بالقرار اللي هو بياخده بخصوص الجائزة المادية اللي بيربحها. تالت شيء بالنسبة للنجوم، يعني نحن حسينا إنه برنامج مثل هيدا بيتطلب هاي كمية النجوم تكون موجودة، وحبينا نشوفهم بطريقة شوي مختلفة عن البرامج اللي هن بيظهروا فيها كلجان تحكيم أو لا. والتركيز بالبرنامج عنا هو قبل ما هو الفنانين يكونوا بلجان تحكيم، هن فنانين وعندهم قيمة فنية وعندهم انتشار بكل العالم العربي قبل ما يكونوا موجودين بغير برامج. التركيز هو على شخصية الفنان مش على أي دور بيلعبوه ببرامج تاني. الحاجة التانية كنت برضو عايز أرد على إن إحنا مش بنتكلم على برنامج غنى أوي. أنا برضو أستاذ زياد اللي أنا هو إحنا بنتكلم عن جيم شو. هو لو أنا معرفش لو زياد يسمح لي أقول حتة زيادة في البرنامج. انت لما هتتفرج على البرنامج هتلاقيه انه احنا عندنا 100 حكم من الخبراء، ورئيس لجنه التحكيم هو النجم بتاع الحلقه. وفي الحلقه بيحصل نوع من المفاوضات طول الحلقه على انه ممكن ياخد، زي ما شفنا الشوط اللي قاله الشاب خالد، انه ممكن ياخد بيعمل ديل اور نو ديل على انه ياخد $10,000 ولا يفضل يكمل على لغاية ما يوصل ل $500,000، وهو واثق ان صوته هيوصله ل $500,000، لانه ممكن ان صوته ما يوصلوش ل $500,000 ويخرج من غير ما ياخد ال $10,000. فهو اذا جيم شو هو اكتر منه من برنامج غنى، هو مش برنامج غنى خالص، هو برنامج مسابقات فنيه زي ما قالت نانسي عجرم، فنانة نانسي عجرم، اللي بيخش بيه هو صوته. الموهبه بتاعته بدل المعلومات العامه، خلينا نقول لا، هو صوت، هو بدل المعلومات العامة. نشوف ان في مسابقات بتبقى معلومات العامة، مسابقات بتبقى حاجات زي، لا، البرنامج ده برنامج مسابقات. العامل الاساسي فيها هو الصوت وليس فهو مش برنامج هنا خالص، ومختلف تماما عن فويس او غيره من البرامج التالنت شو او برامج النوعية. لجنة الميت حكم مثل ما احنا بنسميهم بالبرنامج، هن خبراء بالموسيقى وخبراء بالاصوات،
وأساتذة موسيقى يعني مختصين بمجال الموسيقى والأصوات، وبيقدروا يميزوا الأصوات عن بعضها وبيقدروا يقيموا أداء أي حدا عم بيأدي قدامهم. ودورهم كتير واضح بالبرنامج، دورهم إنه يا أما يحبوا شو عم بيسمعوا أو ما يحبوا. وعندهم طريقة التصويت اللي بيعتمدوها، في عندهم معهم جهاز بخليهم يصوتوا إذا حبوا شو عم بيسمعوا، وإذا أكيد ما حبوا مش حيصوتوا يعني. بس لوضح شوي أكثر إنه كل حلقة فيها 8 مشتركين، وأكيد مثل ما قال الأستاذ محمد بالنسبة لشروط اشتراكهم بالبرنامج يكون عندهم موهبة صوتية كتير كبيرة، لأنه هذا اللي حيخليهم يتقدموا بالمسابقة. مثل ما قلت في 8 مشتركين، في 3 مراحل. المرحلة الأولى 8 مشتركين فردياً بيأدوا قدام اللجنة، الأربعة اللي بينالوا أعلى نسبة أصوات بيكملوا للمرحلة الثانية. بالمرحلة الثانية بيصير في تحدي بين المشتركين، يعني كل 2 بيغنوا ضمن جولة مبارزة، وأكيد من بعد ما يأدوا اللجنة بتصوت للشخص اللي حبوه أكثر. بس قبل ما نعلن النتيجة لهم نعرض عليهم مبلغ مالي، إذا كانوا واثقين من الأداء تبعهم بيكملوا، إذا ما كانوا واثقين خيار لهم إذا ياخذوا المبلغ ولا لا.